الثاني التشبه بهم، التشبه بالكفار كذلك محرم، تشبه بهم بلباسهم، بقصات شعورهم، بوضع الوشم الآن صاروا يقلدونهم فيه، أي شيء أو مو أي شيء، كثير من الأشياء تأتي من الكفار يقلدها الناس. ومن أغرب ما رأيته، أنا قلتها أكثر من مرة وأعيدها لا بأس يعني، لأن أنا لحد الآن مستغرب منها، هذه البنطلونات المشققة هذه أنا ماني مقتنع فيها نهائي. يعني في السابق بنطلون في صبغ في شيء كي يقطونه ما يلبس عيب، زين الآن يشتري مشقق، يشتري مشقق، والبنات كذلك تشتري مشقق مشقق مشقق، مو يعني مرتب ولا مشقق زين من تحت ولا من فوق، وهذا كذي يلبسون يكشخون فيه، تقول هذا 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 لباس موضة، منين جاءت الموضة؟ من بلاد الكفر. فهنا هذا واضح ان تقليد الكفار.